السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكل متابعي قناه كابيتانو. وكنت اول مره اشوف المحتوى، ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجه بننزلها. وعلى خيره الله هنبدا حلقتنا النهارده، عنوان تحرير وتغيير رقم اللاعب ولون الحذاء اللاعب. تمام، في ناس كتير بتكون مفضله لاعب معين او بتحب تحط رقم معين للاعب، مثلا عايز تحط الرقم الحقيقي لمحمد صلاح او الرقم الحقيقي لكريستيانو رونالدو، او عايز تحط اي رقم لاي لاعب في تشكيلتك، الرقم الحقيقي للاعب ده، او عايز تغير لون الحذاء للاعب ده. النهارده هقول لكم ازاي تغير لون الحذاء وازاي بتغير رقم اللاعب، تمام، واضافه الرقم الحقيقي للاعب. انا كنت نزلت فيديو قبل كده في النسخه اللي فاتت، بس بعد التحديث الجديد طبعا المكان اتغير، اللي هو بندخل نغير منه الرقم وبندخل نغير منه الحذاء. وطبعا بعد التحديث الجديد في ناس برضو نزلت النسخه لسه لاول مره، فبالتالي ممكن ما عندهاش خلفيه عن تغيير رقم اللاعب او تغيير لون حذاء اللاعب. فبكل بساطه هقول لك على المكان اللي بتقدر تغير منه رقم اللاعب ولون حذاء اللاعب. تمام، هنرجع الشاشه بالشكل ده، هنضغط على خانه النادي الخاص بي. بعد ما فتحت معانا بالشكل ده هنضغط على الخانه اللي مكتوب عليها تخصيص. فتحت معانا بالشكل ده، هنضغط على كلمه اللاعبون، الخانه اللي جنب خانه المدير الفني، نضغط عليها بالشكل ده، فتحت معانا قائمه اللاعبين اللي عندنا في التشكيله. تمام، تقدر تغير اي رقم لاي لاعب في تشكيلتك من خلال انك بتضغط على الخانه بالشكل ده، وبنضغط على لون الحذاء المتاح عندك. في لون الحذاء اسود واللون الابيض واللون الاصفر واللون الاحمر واللون الازرق واللون البنفسجي واللون الاصفر واللون البرتقاني. يعني معانا قائمه كبيره جدا من الالوان، اكثر من 8 او 9 الوان للحذاء للاعب. ممكن تقدر تضيف اي لون تقدر تلعبه. تمام، طبعا في لاعب يعني اللي يقدر يغير الطقم بشكل كامل ويوفر لون الحذاء مع الطقم بيبقى شكل متناسق مع بعضه. رقم القميص تقدر تضيف الرقم الخاص باللاعب اللي انت عارفه. تمام، اي لاعب انت عايز تحط له الرقم بتاعه او تغير لون الحذاء بتاعه زي ما قلنا. وبعد ما بتخلص بتضغط على كلمه حسنا عشان تحفظ البيانات اللي انت حطيتها، وبالشكل ده تكون غيرت قدرت تغير لون الحذاء ورقم اللاعب في تشكيلتك. تمام، وبس كده النهارده، وكده خلصت فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصل لك كل حاجه بنزلها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Got a big start, got a good heart. First gotta say that, gotta think smart. Trying to make moves, breaking my wrist, getting those kills.